السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، توقف الحديث بنا أيها الإخوة الأكارم عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. أدب وحق من حقوق الأخوة الإيمانية. لا يسخر قوم من قوم. يا أيها الذين آمنوا، أياما صدقتم الله ورسوله، لا يسخر قوم من قوم، أي لا يفتخر ولا يضحك أحد على أحد ولا يستهزئ أحد بأحد، فإن ذلك من أفعال أهل الجاهلية، وإن ذلك يستوجب الشحناء بين المسلمين. وكل ما من شأنه يباعد بين أهل الإسلام ويباعد بين قلوبهم، وكل ما يزرع الشحناء بينهم فهو منهي عنه. فالسخرية من ذلك، تزرع الحقد والشحناء بين المسلمين. السخرية تباعد بين قلوب المسلمين، بين قلب المستهزئ والمستهزئ منه، وبين قلب الساخر والمسخور منه. لا يسخر قوم من قوم، كبيرا كان أو صغيرا، شريفا كان أو حقيرا، متعلما كان أو جاهلا، لا يسخر قوم من قوم، فإن ذلك من أفعال أهل الجاهلية. لما قال موسى عليه الصلاة والسلام: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فدائما المستهزئ هذا من أفعال الجاهلين، خاصة إذا كان مستهزئا بآيات الله أو بأحاديث رسوله أو بالصواب من الأقوال والأفعال. فالمستهزئ جاهل. قال صلى الله عليه وسلم: لما عاير أبو ذر غلامه قال له: يا ابن السوداء، وعيره. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خوالكم خدم لكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن جعله الله تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوهم، كذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يسخر قوم من قوم أيها الإخوة الأكارم، عسى أن يكونوا خيرا منهم. وهذه العلة. لماذا تسخر؟ هل تعلم أن المسخور منه أنت أفضل من المسخور منه عند الله؟ هل تعلم ذلك؟ هل لك كتاب من عند الله بيّن لك فيه ربك أنك أفضل من فلان حتى تسخر منه؟ أبدا. قد يكون المسخور منه أفضل عند الله، قد يكون المستهزأ به أكرم عند الله وأشرف. يا إخواني، أليس العامل قد يكون أكرم عند الله من المدير؟ فكيف يسخر شيء أحد من أحد؟ قد يكون الضعيف أشرف وأكرم عند الله من القوي، قد يكون المرؤوس أشرف وأكرم عند الله من رئيسه، قد يكون الممرض أشرف وأكرم عند الله من الطبيب أو من مدير المستشفى، قد يكون العامل الصغير أكرم من رئيس الشركة أو صاحب المصنع. لا يسخر قوم من قوم، عسى أن يكونوا خيرا منهم، كذا قال الله سبحانه وتعالى. لا يسخر قوم من قوم، السخرية فيها كبر من الساخر. نعم، والرسول يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الذرة هي النملة الصغيرة أو حبة الرملة أو التراب الذي يكون في الهواء الذي لا يرى بالعين المجردة، هذه الذرة. من لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، أي على إخوانه. قالوا: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: ليس ذلك من الكبر، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق أي رد الحق، وغمط الناس أي ازدراؤهم والاحتقار من شأنهم.
لا تحقر أخاك المسلم، ولا تستهزئ به، ولا تسخر منه، لأنه قد يكون أفضل عند الله منك، والسخرية دليل كبر. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد، ولا يفخر أحد على أحد. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في يبين شيئا يعني خطر السخرية ولو من أقل الأشياء، والحديث رواه البخاري ومسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أحدكم يضحك من الضرطة يفعلها الرجل. حتى في هذه الأمور يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الناس لا يستهزئ ولا يضحك على أخيه. يقول العلماء في شرح هذا الحديث: ما بال أحدكم يضحك من الضرطة يفعلها الرجل، يقول: إذا كنت جالسا في مجلس مع إخوانك وأخرج أحد الجالسين أخرج ريحا بصوت، لا تحرجه ولا تضحك عليه، بل استرسل في حديثك كأنك لم تسمع شيئا. سبحان الله، صلى الله على من علم الناس الأدب والحياء والتواضع. يقول: استرسل في حديثك كأنك لم تسمع شيئا، حتى لا تستهزئ به، وحتى لا تضحك عليه الناس، وحتى لا تفخر عليه. ما بال أحدكم يضحك من الضرطة يفعلها الرجل، كذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا، يا من صدقتم الله ورسوله، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. أيضا خص الله النساء بهذه الآية، مع أنهن داخلات في قوله قوم، فالقوم يشمل الرجال والنساء. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله، فإلى قومه أي إلى قومه رجالا ونساء صغارا وكبارا. لكن خص الله النساء بالذكر لأن الاستهزاء فيهن كثير، ولأن كثرة الكلام فيهن كبير. نعم، قالت عائشة ذات يوم: يا رسول الله، حسبك من صفية كذا وكذا، تعني أنها قصيرة، وكان صفية بنت حيي من أمهات النبي، كانت قصيرة القامة. فعائشة تستهزئ وتقول: يا رسول الله، حسبك من صفية كذا وكذا، يعني قصيرة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، أي لو مزجت لو خلطت بماء البحر لعكرته هذه الكلمة. إن العبد لا يتكلم بالكلمة. في حديث آخر قال الرسول: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهو بها في النار 70 خريفا. فالاستهزاء والسخرية من عباد الله حرام وإثم كبير عند الله سبحانه وتعالى، ويختلف كبره باختلاف المسخور منه، كان جليلا كان عالما إلى غير ذلك. فما بال برامج كبيرة تقام على السخرية، رأس مالها الاستهزاء بالناس بكلامهم، الاستهزاء بأشكالهم، الاستهزاء بطريقة أمورهم وإدارتهم. أما مجلسهم كله هو استهزاء وسخرية، يأتي بكلام الرجل أو يأتي بشكل الرجل ويأتي بطريقته ثم يضحك الناس عليها. ألا فليحذر أولئك من العذاب ومن الإثم. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد، ولا يبغي أحد على أحد، لا يسخر قوم من قوم. إذا كانت لك نصيحة في هذا المستهزئ به قدمها بأسلوب طيب، أما أن تستهزئ به فلا تقبل نصيحتك، ولا يقبل استهزاؤك مهما كنت مصيبا في قولك، فلقد أتيت بحق في ثوب باطل. هذا، وأسأل الله جل جلاله أن يفقهنا كتابه الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا الأدب مع إخواننا. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.